فيسن عند استعمال السواك أن نمسك السواك بالكيفية التي ذكرها العلماء والواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يمسك الإنسان السواك فيجعل العود بين الإبهام والخنصر وفوق بقية الأصابع، ثم يسن قبل استعمال السواك تغسيله وتليينه بالماء، ثم عندما نريد أن نستعمل السواك نبدأ بالشق الأيمن وأن يكون من الجهة العليا، فيبدأ من أعلى ثم يعود إلى أسفل فيدير السواك في فمه هكذا، ثم يمره على رؤوس الأسنان ثم باطن الأسنان، ثم يسن أن يمسح كذلك بالسواك على لسانه ثلاثا.